تم إنشاء المعسكر هذا في سنة 1980 من قبل شركة ألمانية، ولكن عمره في افتراض المعسكر وطلبت من سيادة أمر مجموعة مليات المنطقة الجنوبية لجوال مهند بصحبان بنقل صورة حقيقية لسيادة المدير كان حرب خليفة بقاسم حفتر بإعطاء أولوية لمنطقة غات باعتبارها البوابة الجنوبية الغربية لليبيا. أرسلنا يهتم ببناء معسكر نموذجي داخل منطقة غات ويكون بعيد عن المدن، لأن كل المعسكرات الموجودة في غات جاية في وسط المدينة، فضروري يتم إنشاء معسكر نموذجي يحوي جميع الوحدات العسكرية المتواجدة في منطقة غات حتى نتمكن من السيطرة على وحداتنا المتواجدة في منطقة غات.